عارفين يا جماعة الأمل جاي فين؟ جاي من الجيل الصغير، عارفين اللي هم جين ألفا وجين زي، الناس اللي هي لغاية 6 أكتوبر ما كانتش تعرف خالص أي حاجة خالص عن فلسطين ولا عن تاريخها ولا يعرفوا أي حاجة. لكن أول ما عرفوا خدوا القضية دي بقى اللي هو لا دي قضية حياتهم، هم دول اللي بتنزل تلاقيهم في المظاهرات واقفين وعملوا وقفات الاحتجاجية، يروحوا يتكلموا في الجامعة ويناقشوا الأساتذة البروفيسورز بتوعهم، هو اللي بيشجع باباه ومامته ينزلوا ينتخبوا. يعني ممكن الشاب يكون أقل من 18 سنة لسه ملوش في انتخابات ويقول لمامته انزلي انتخبي، عملتي إيه في الانتخابات؟ هو اللي بيقاطع وبيصر على المقاطعة. حقيقة شباب زي الفل. أما بقى الجيل القديم بقى بتاع انا هعمل ايه، مفيش حاجه هتتغير، قاطع الانتخابات علشان بتحتج على الناس بقى اللي هي ايه الكلام بقى مش هيجيب نتيجه معاهم، الناس دي ما توجعش دماغك معاهم بقى خلاص. لكن حقيقه الشباب الصغير ده ربنا يحميهم ويحفظهم ويبارك فيهم، لما بشوفهم بقول لا في امل في مصر جاي، لان في شباب فاهم وواعي. شباب التيك توك ده طلع شباب محترم قوي.